أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التعليمي أقرأ وأتعلم. حصتنا لهذا اليوم من مادة القراءة والكتابة غادي نخصصوها الإنجاز جوج تمارين باش نثبتوا وندعموا داكشي اللي تعلمناه ونصحوا التعثرات إلى كانت. إذا نلاحظوا على الشاشة نشوفوا التمرين الأول. إذا التمرين الأول ظهر معنا على الشاشة، غادي نقراه باش نفهموا المطلوب. إذا السؤال سيقول: أكتب الحرف المناسب مكان النقط. أعيد: أكتب الحرف المناسب مكان النقط. إذا المطلوب منا في هذا التمرين هو أننا نكتب كل حرف من الأحرف اللي عندنا بلون أحمر في الفراغ المناسب باش نكملوا الكلمات. إذا نطلب منكم تقرأوا الحروف بما أننا قرينا حرف الألف المهموز والهمزة بالحركات وبالسكون. إذا سلمى أتقرأي لنا الحرف الأول. إي. جيد. إي عندنا حرف الألف المهموز بالكسرة إي، وندوزو الحرف الثاني. قرأ لنا إلياس. أ. جيد. أ. كنلاحظوا هنا حرف عندنا الهمزة على السطر بالفتحة نطقناها أ. وندوزو الحرف الثالث وتقرأ لنا خديجة. أه. جيد. عندنا هنا الألف المهموز بالسكون نطقناه أه، وكنلاحظوا أنه عنده واحد الخط هنا قبل منه. في نظركم علاش عنده هذا الخط قبل منه؟ تفضلي سلمى. متصل. لأنه غادي يكون متصل بالحرف اللي قبل منه كما شفنا في الحلقات السابقة. وندوزوا الحرف الرابع والأخير من هذه الحروف وتقراه لنا عائشة. أو. أو. إذا الألف المهموز بالضمة نطقناه أو. الآن غادي نشوفوا الكلمات، نقراو الكلمات اللي ناقصه هذه الحروف باش نكملوا كل كلمه بالحرف اللي غادي يناسبها. إذا عندي الكلمه الاولى عندها فراغ في البدايه، والحرف الثاني مون، فراغ مون. إذا في نظركم شنو هو الحرف من هذه الاحرف الاربعه اللي غادي يناسب الكلمه الاولى نكتبوه على الالواح؟ الحرف اللي غادي نوضعوه في الفراغ من الكلمه الاولى باش نكملوها. إذن عندنا فراغ مون، الحرف اللي غادي يناسبها اي ا اه ام او جميعا على الالواح. جيد. شنو هو الحرف اللي كتبتو على الالواح؟ تفضل عبد الله. او. جيد. او ونوضعوه في مكانه من الكلمه ونقراو الكلمه بعد ما كملناها. ام. رددوا من بعدي. أمون. نعود مرة أخرى. أمون. أمون. إذا نشوفوا الكلمة الثانية، غادي نقراو الكلمة ونشوفوا الحرف اللي غادي يناسبها. القراء، وعندي في الأخير تو. القراء فراغ تو. إذا في نظركم شنو هو الحرف باش غادي نكملوا الكلمة الثانية؟ الحرف المناسب هنايا في الفراغ، حاولوا تكتبوا جميعا على الألواح. القراء فراغ تو. هاي لساليتو تفضلوا رفعوا الألواح. جيد. إذا شنو هو الحرف اللي كتبتو على الألواح سناء؟ أ. آه. إذا الحرف اللي اختاريتو لهذه الكلمة هو أ، الهمزة على السطر. وغادي نكونوا كملنا كلمة القراءة. رددوا من بعدي. القراءة. نعود مرة أخرى وردوا من بعدي. القراءة. القراءة. جيد. إذا غادي ندوزوا الكلمة الثالثة باش نشوفوا الحرف اللي غادي يناسبها. إذا عندنا فراغ في بداية الكلمة. كرام. كرام. إذا في نظركم شنو هو الحرف من الحرفين اللي بقاو اللي غادي يناسب الكلمة الثالثة؟ تفضلوا اكتبوا على الألواح. هاي إلا ساليتو ممكن ترفعوا الألواح. خديجة. جيد. إذا شنو هو الحرف اللي اختاريتو لهذه الكلمة اللي غادي يكون مناسب لها عائشة؟ عائشة. إي. 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 جيد. إي. علاش ما درناش حرف الألف المهموز اللي عندي هنايا بالسكون؟ سلمى. حيت كيكون في الوسط الكلمة. جيد. لأن هنايا عندنا كما قلنا بأنه موصول، هنايا غادي يكون موصول بالحرف اللي قبل منه والسكون ما كيكونش بداية الكلمة. جيد. تبارك الله عليكم. إذا نوضعوا
اي في مكانها من الكلمه ونقراو الكلمه بعد ما اكتملت. اكرام جميعا. اكرام. نعاود مره اخرى وردوا من بعدي. اكرام. اكرام. اذا بقات لنا الكلمه الرابعه والاخيره ك، وعندي فراغ في الوسط ك سن. يلا نكملوا عتايا بالحرف المناسب، كتبوا على الالواح. رفعوا الالواح. جيد. اذا بقى لنا حرف واحد، هو حرف الالف مهموز بالسكون وهو المناسب للكلمه الرابعه. غادي نوضعوا في مكانه من الكلمه ونقراو الكلمه بعد ما اكتملت. كأس جميعا. كأس. نعاودوا مره اخرى. كأس. كأس. جيد. نعاودوا قراءه الكلمات بعد ما كملناها كلمه تلو الاخرى. اذا نقرا ورددوا من بعدي. ام. أم. القراءة. القراءة. إكرام. إكرام. كأس. كأس. جيد. إذا بعد ما وضفنا حرف الألف المهموز والهمزة في هذه الكلمات ندوزو نشوفو التمرين الموالي. إذا غنقرأ السؤال باش نفهمو المطلوب من التمرين. أصل بخط الحرف بالكلمة المناسبة. نعود مرة أخرى. أصل بخط الحرف بالكلمة المناسبة. إذا المطلوب منا في هذا التمرين هو أننا نصل بخط كل حرف من الحروف اللي عندنا في الجهة اليمين بالكلمة المناسبة له في الطرف اللي على الشمال. إذا عندنا واحد المثال مبين فيه بأن نقرأ أولا الحروف. نقرأ إلياس، قرأنا الحرف الأول. أو. جيد. عائشة، قرأنا الحرف الثاني. أه. جيد. إذا عندنا هنا الهمزة بالسكون نقراوها أه. نمشيو للحرف الثالث، تقراه لنا سلمى. أون. أون. جيد. عندنا هنا ألف مهموز بالتنوين بالضم. أون. وندوزو للحرف الأخير، اقراه لنا عبد الله. آه. جيد. بعد ما قرينا الحروف الآن غادي نقرا لكم الكلمات باش نوصلوا كل حرف بالكلمة المناسبة ليه. إذا الكلمة الأولى أريكة. رددوا بعدي. أريكة. نعود مرة أخرى وردوا بعدي. أريكة. أريكة. كلمة ثانية مرفأ. مرفأ. أعيد. مرفأ. مرفأ. كلمة ثالثة مئذنة. مئذنة. نعود وردوا بعدي. مئذنة. مئذنة. والكلمة الأخيرة أكلة. أكلة. مرة أخرى أكلة. أكلة. قبل ما نوصلوا كل حرف بالكلمة المناسبة ما فيها بس نشرحوا الكلمات اللي تقدر تكون غير مفهومة. إذا ما معنى كلمة أريكة؟ أريكة. ها تفضلي عائشة. هي بحال شي فوتوي. فراش. هي كرسي أو فراش مريح. أريكة هي كرسي أو فراش مريح. مزيان. ندوزو الكلمة مرفأ. مرفأ. شكون اللي عارف المعنى ديالها؟ تفضلي خديجة. شي حاجة عالية. شي حاجة عالية. لا، إذا المرفأ هو المرسى ديال السفن. تنقولوا مرفأ السفن أو مرسى السفن هو المكان اللي كترسي فيه السفن. إذا ندوزو المئذنة. كنظن مفهومة عبد الله. هي الصومعة. هي الصومعة. جيد. إذا نشوفوا الآن نصلوا كل حرف بالكلمة المناسبة ليه. إذا عندنا مبين في المثال الألف المهموز أو موصول بكلمة أكلة لأن هي الكلمة المناسبة له. عندنا حرف ألف المهموز هو كنلاحظوا في بداية كلمة أكلة لذا وصلناه بها أكلة. نفس الشيء غادي نعملوه مع الأحرف الأخرى. الحرف الثاني كما قريناه أه. إذا شنو هي الكلمة المناسبة له؟ شنو هي الكلمة اللي كنلاحظوا أن هذا الحرف كاين فيها متضمن فيها؟ تفضل إلياس. مئذنة. جيد. إذا عندنا الألف، عندنا الهمزة بالسكون أ متضمنة أو موجودة في كلمة مئذنة. وغادي نوصلوا الحرف الثاني مئذنة أو الحرف الثاني أ بكلمة مئذنة. ندوزو الحرف الثالث أون. حرف الألف مهموز بالضمتين أون. شنو هي في نظركم الكلمة المناسبة له؟ الكلمة اللي كاين فيها هذا الحرف لاحظوا مزيان. تفضلي سناء. مرفأ. جيد. إذا عندي في الكلمة
الثانية مرفع أون، وغادي نصيلو هاد الحرف أون بالكلمة المناسبة ليه اللي هي مرفع أون. ندوزو الحرف الأخير أ، ألف مهموز بالفتحة أ. شنو هي الكلمة المناسبة ليه اللي غادي نوصلوه بها خديجة؟ أريكة. جيد، كنلاحظو حرف ألف مهموز عندنا هنا في بداية الكلمة أريكة، وغادي نوصلوه بها. جيد، إذا الآن غادي نقرأ كل كلمة وكل حرف مع الكلمة المتضمن فيها. أوكلة جميعا. أوكلة. نعاود وردو من بعدي. أوكلة. أوكلة. أه مئذنة. أه مئذنة. أن مرفع. أن مرفع. أريكة. أريكة. جيد، إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية الحصة ديالنا لهذا اليوم من مادة القراءة والكتابة. قبل ما نودعكم كنطلب منكم تعاودوا تراجعوا هاد التمارين لتثبيت وتعزيز التعلمات ديالكم، وكنطلب منكم أنكم تبحثوا على كلمات كتضمن حرف الألف المهموز أو الهمزة، باش إن شاء الله نصحوا هذا البحث في بداية الحصة المقبلة. بهذا نكون وصلنا لنهاية الحصة ديالنا من مادة القراءة والكتابة. نخليكم مع مادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.